فقد جاء من بلاد تبرع بالشعر، صادق مع ذاته ويحمل في قلبه رسالة من آخر جيل للقصيدة الموريتانية، وجمهوره من أنقذه للوصول إلى هذه المرحلة. أحب اللغة، اللغة العربية الفصحى، أعشقها. وجدتني هكذا، كنت أجري دائما خلفها. أتوقع أن أكون أمير الشعراء. عما تتحدث يا رجل؟ دخلت شوي أنا مرتبك، حسيت حالي مرتبك، لكن لما دخلت جلست وألقيت القصيدة بسلام وأجيزت بالإجماع. أنا أجيد الارتجال، هي لعبتي التي أفضل دائما، أعتقد كنت أراهن عليها في المسابقة. هذا المساء نسيم البوح يشجينا، فترسم الشعر بالأنفاس أيدينا. فارس الحلقة أعتقد أنه سيكون أنا بكل تواضع. والمتأهل هي آمنة حزمون. أساتذتي علي أن أحترمهم وأن أسلم ما قالوا. الذي استطاع إقناع لجنة التحكيم والجمهور، شيخنا عمر من موريتانيا. أكتب قصيدة لن تكون غامضة هاي المرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الشعر والجمال، شهقة الناي، لأن شهقة ناي فيك تحترق، حملت للشعر في كفيك من عشق، لأن شهقة ناي فيك تحترق، حملت للعشق في كفيك من عشق، وهبت للشعر برج الحلم من سأة من بعد ما كان فوق الدرب ينزلق. أعدته أزهر الخدين منتشيا يغازل الشمس في برديه يأتلق، وكان أشعث ملهوفا بعزلته خلف الضياع تجافت بيته الطرق. اليوم أنت أبو ظبي أقمت له سبعا طباقا بها قد أينع الأفق. اليوم أنت أبو ظبي أقمت له سبعا طباقا بها قد أينع الأفق، يا دار حلمي ويا مأوى احتضان دمي إذا تعانق بين الإخوة العبق. أنا ابن شنقيط لا زهوا ولا بطرا عيون قلبي أنا ابن شنقيط لا زهوا ولا بطرا عيون قلبي بماء الشعر تنفتق. إني لأغرق في المعنى لأسعفني، لا عاصم اليوم موج الشعر يستبق. هاتيك شنقيط بالجودي ترقبني، وذي سفينة أشعاري بها أثق. كل المجاديف نامت حول قافيتي، وفي ضفاف دمي كم يغرق الغرق. وجه الإمارات بحر زاخر بدمي، مرآة عز بها يغتابنا الفلق. يا دار حلمي عسى التاريخ يسمعني، من للحروف إذا غنى بها الورق، من للحروف إذا غنى بها الورق. وشكرا. شيخنا أهدى كلمات نصه لأبو ظبي واصفا إياها بدار الحلم، فما هو رأي لجنة التحكيم بما قدم؟ نبدأ مع الدكتور علي. إذا كان حسن عامر زميلك الذي سبقك قد عزف على أوتار الربابة، فإن شيخنا عمر يعني يعزف على الناي كما هو واضح من النص. كلاهما يبني عالما جميلا رسم شيخنا عمر
صورة جميلة لعاصمة الثقافة العربية أبوظبي، ورسم أيضا صورة زاهية للشعر وهو يتألق في رحابها: اليوم أنت أبوظبي أقمت له 7 انطباقا بها قد أينع الأفق كما يقول. لكن صورة الشاعر التي رسمها شيخنا عمر مملوءة بالزهو وحلم الإمارة، حتى كاد يشبه نفسه بنوح عليه السلام، يقول: هاتيك شنقيط، هاتيك شنقيط بالجودي ترقبني، وذي سفينة أشعاري بها أثق. وأنا أريد أن أقول لك يعني لا تثق بالشعر، لأن سفينة الشعر غدارة جدا، وأنت نفسك التي تقول: إني لأغرق في المعنى لأسعفني لعاصمة اليوم موج الشعر يستبق. فموج الشعر والشعر دائما يعني يغلب الشاعر، والمعنى يقوم على التأويل. على العموم النص صياغته جميلة وصوره حية نابضة بالمعاني وحيوية، لكن يتساءل: لماذا قلت لأن شهقة ناي فيك تحترق؟ لماذا تحترق ولا تأتلق مثلا؟ تقول، وهذه آخر ملاحظة: أنا ابن شنقيط لا زهوا ولا بطرا. كنت يا شيخنا عمر أن تكون هنا يعني مثل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الملك. يا شيخنا الجميل، الإهداء ألا تراه أنه كان تسطيحا لقصيدتك؟ إهداء إلى دار الحلم جنة الشعراء أبو ظبي في عرسها السابع. يعني الشعر هو تكثيف وإشارات فقط، وإلا دخلنا في النثرية. لكن العنوان جميل، عنوان هذا النص جميل، وإن كنتم يا معشر شعراء هذا الموسم أكثرتم من ذكر الناي، نكاد نجد في كل حلقة شاعرا أو شاعرين فلسنا ندري لما. لعل الناس تحب الموسيقى وتريد أن ترقص. استعمالك ينزلق، أي شاعر استعمل هذه اللفظة قبلك؟ هل تعرف بيتا؟ أنا بحثت في كل أشعار العرب، لا أقول في كل، يعني في معظم أشعار العرب، فلم أجد أحدا استعمل هذا الحرف. أنت وجدته في كتاب أنساب الأشراف، في كتاب أنساب الأشراف للبلاذوري، واقتحمته الشعراء فهجرته. لكن أنت أول من يعطيه شرعية الشعرية. في البيت السابع وضفت معنى تراكم الشيء على الشيء إذا انطبق عليه، فسلكته في معنى غير محسوس وهو مر الزمن على 7 مواسم استضافتها أبو ظبي الفيحاء. يخيل إلي أن البيت الثامن هو أجمل أبيات قصيدتك: إني لأغرق في المعنى لأسعفني لا عاصم اليوم موج الشعر يستبق. فقد جعلت الإغراق وهو مظنة حين، وهو مدرجة للنجاة من هذا الغرق، كما صورت الموج الطامي وهو يتسابق ليزداد تهويلا وتفزيعا، حينئذ لا مناص من الرسوب فيه إلى الأعماق. لكن ما معرض هذا يا شيخنا، وما مناسبته مع الفخر بالانتماء إلى شنقيط، ومع تنظير طلعة مدينة أبوظبي؟ يبدو في هذا شيء من النشاز، تقبله مني. القصيدة في النهاية قصيدة جميلة وأشكرك عليها. شكرا دكتور صلاح.
يا أهلا يا شيخ الشعر. أهلا وسهلا. لعلك بخير. جميل أن تبدأ قصيدتك بهذه الحرارة، لكن كما لاحظ الدكتور علي لم نكن نتمنى أن تبلغ الحرارة إلى درجة الاحتراق في البيت الأول. ماذا يبقى؟ تقول: وهبت للشعر برج الحلم منسأة. طبعا التفاصح الجميل والكلمات القرآنية تملي عليك أو جعلتك تختار كلمة منسأة. كيف يكون برج الحلم منسأة؟ أنت تعرف المنسأة هي العصا الغليظة، وأنه ورد ذكرها في القرآن الكريم: فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. وأنت تقصد أن المدينة الزاهرة بالشعر أبو ظبي تبعث حلم الشعر لا يتآكل لا يؤول للفناء. فإيحاءات منسأة القرآنية مضادة لما تريد أن تقوله في هذا البيت، لكن فصاحتها وفرادتها هي التي أغرتك باستخدامها. تشبه الدورات الشعرية بالسبع الطباق، وهذا تشبيه جيد، لكن نغمة الفخر التي تطفو بك، الفخر المتكرر عندما تقول: أنا ابن شنقيطة لا زهوا ولا بطرا. أمال يبقى إيه بقى؟ كل هذا يحمل كثيرا من الزهو. صورة السفينة التي مضيت بها صورة جيدة وجميلة، لكنني لم أعرف كيف يغرق الغرق. لعل القافية هي التي أغرقتك في هذا الغرق. أيضا لم أفهم بالضبط كيف تكون مرآة يغتابنا القلق. يغتاب من إيه؟ من الاغتياب، مش كده؟ النميمة والاغتياب. فكيف يغتاب القلق؟ أنت تستخدم بعض التراكيب وهي فصيحة وجميلة، لكنها ليست في موقعها الشعري. ومع ذلك فجملة القصيدة تشف بفصاحة عالية وعرامة هي من شأن أهل شنقيط الشعراء الذين عمروا هذه المسابقات دائما بما قدموه من مواهب آخرها موهبتك. أشكرك يا شيخ. شكرا للجنة التحكيم. طبعا كل الشكر للشاعر شيخنا والذي يأمل اليوم بالوصول إلى الحلقة النهائية. نتمنى لك الخير في مسيرتك يا شيخ.